بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بحضراتكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، حيث نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا هو شهر الرحمة، شهر الخير، شهر التوبة، فلعل لكم كلمة في تعريف معنى التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوبة معناها الرجوع والإنابة، والمراد بها شرعا الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والرجوع من الذنوب والسيئات إلى الطاعات والقربات، لأن الإنسان معرض للخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ، خير الخطائين التوابون. فهو معرض للخطأ ويتنازعه أعداء يجذبونه إلى الشر، منهم النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبيه، فإنها تراوده في الانفلات إلى المعاصي والسيئات، ومنها الشيطان الجن، شياطين الجن الذين يجرون منه مجرى الدم. وقد تعهد رئيسهم وإمامهم إبليس لعنه الله، تعهد بإغواء بني آدم إلا من رحم الله عز وجل من عباد الله المخلصين. كذلك شياطين الإنس، دعاة الضلال الذين يدعون إلى المخالفات وإلى المعاصي وإلى الانحراف. فالإنسان بين أعداء، كل يجذبه، ولكن الله جل وعلا قد فتح له باب التوبة ووعده بالقبول. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التوبة والإكثار منها والسرعة المبادرة إلى التوبة. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة لها وقت محدد، ما دام الإنسان على قيد الحياة. أما إذا حضره الموت
وهو لا يدري متى يحضره الموت في أي لحظة، فإنها لا تقبل توبته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة، حين تبلغ الروح الحلقوم، حينئذ لا يقبل منه توبة. وهذه الحالة لا يدري الإنسان في أي لحظة تحضره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة، ولا يمهل ويقول أتوب غدا أو بعد غد أو في الوقت الفلاني، لأنه لا يدري هل يدرك ما أمله أو لا. وكثيرا ما اختلم ناس وهم يؤملون طول البقاء ويؤملون طول العمر، ونزل بهم الموت وهم على حالتهم، سواء كانت حالة صالحة أو حالة سيئة، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتائب يقبل الله توبته من أي ذنب كان، من الكفر، من الشرك، من الذنوب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والتوبة تجب ما قبلها. ولا يقنط الإنسان من رحمة الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والتوبة لها شروط كما بينها العلماء. ليست التوبة لفظا يقال باللسان فقط، وإنما التوبة لها شروط، إذا توفرت فالتوبة صحيحة ومقبولة عند الله. الشرط الأول أن يقلع عن الذنوب بأن يتركها. أما الذي يقول أتوب إلى الله أو أستغفر الله وهو مقيم على الذنوب ولا يتحول عنها، فهذا توبته غير صحيحة. والشرط الثاني العزم أن لا يعود إلى الذنوب ما بقي على قيد الحياة. فإن كان في نيته أنه يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى فهذه توبة مؤقتة لا تقبل، لأن التوبة لا بد أن تستمر. فإن كانت مؤقتة لشهر رمضان مثلا أو في يوم الجمعة أو غير ذلك من الأوقات ثم يعود إلى بعد ذلك إلى المعاصي، فهذا توبته غير مقبولة. والله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم النيات والضمائر ويعلم ما في الصدور. فإذا علم من عبده أنه يريد الرجوع إلى الذنوب بعد ذلك وأن توبته إنما هي مؤقتة، فالله لا يقبل توبته. الشرط الثالث الندم على ما حصل منه من الذنوب، لأنه إذا ندم عليها فإنه ينفر منها. أما إذا لم يندم عليها فإنه قد يعود إليها، فلا بد من الندم على ما فات، محاسبة النفس، ولا بد من الخوف من ذنوبه التي حصلت أن تحيط به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن ينهد عليه، والمنافق يرى ذنبه مثل الذباب يقع على أنفه ثم يطير. فالمؤمن يندم على ذنوبه ويخاف منها ولا يأمن من عقوبتها، وإذا استشعر هذا الشعور فإنه تصدق توبته منها ويبتعد عنها ويحذر من أمثالها. فهذه الشروط لا بد منها في التوبة. وإذا كانت المظلمة بين الإنسان وبين الناس من الخلق، ظلمهم في أموالهم
في أعراضهم في حقوقهم اعتدى عليهم، فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة أن يتحلل من أصحاب الحقوق والمظالم، يطلب منهم المسامحة ويرد عليهم مظالمهم وحقوقهم، وإلا فإنها تبقى عليه إلى يوم القيامة ثم تؤخذ من حسناته يوم القيامة إن كان له حسنات، وإلا فإنها يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح في النار كما جاء في الحديث. وهذا الشهر شهر رمضان شهر عظيم، شهر إقبال على الله، شهر التوبة، التوبة النصوح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النصوح معناها الخالصة الصادقة التي تتوفر فيها الشروط، فهذه هي التوبة الصحيحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وسوف نستكمل إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع المهم وهي التوبة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات شيخنا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما بين في هذه الحلقة. وموعدنا بإذن الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.